جيت قادما من فرنسا لمساندة المنتخب الوطني. أنا من المعجبين باللاعب مهدي كاسيلا، لاعب المستقبل، ثقتي كبيرة بالمنتخب الوطني. اللاعبون مستعدون للتحدي الكبير، لنا مدرب جيد، الأنصار متواجدون هنا. قطعت 2000 كيلومتر للحضور لمتابعة تربصهم. بعد اللقاء الودي أمام فريق غراشوبير زوريخ، خاض المنتخب الوطني حصة تدريبية استغرقت 29 دقيقة، تضمنت تمارين خاصة لإزالة العياء أمام أنظار عميد المنتخب الوطني سابقا نور الدين النيبت. المقابلة كانت البارح كانت استعدادية، وكان فيها كانوا فيها أشياء اللي كانت تتبشر بالخير من بعد واحد الستاج ديال سيمانة، وإن شاء الله إن شاء الله يكون الفريق جاي إن شاء الله في مقابلة الأولى إن شاء الله. بعد أن تحدر على المنتخب الوطني مواجهة فريق فاينورد الهولندي الذي غادر المعسكر منذ يومين، ارتأى الناخب الوطني برمجة مقابلة إعدادية ثانية أمام فريق FC بازل السويسري، مدة كل جولة 25 دقيقة، وكانت مناسبة للمدرب الوطني لمعاينة بعض اللاعبين، ونخص بالذكر محمد أمسيف حارس المرمى. المقابلة كانت مفتوحة، وخلق خلالها ثلاثي مصطفى حجي خرج وعادل تعبر مجموعة من فرص التسجيل. اللقاء ينتهي بالتعادل 0 لمثله. هذه السنة نتوفر على كل الأسلحة للظهور بشكل جيد. فريق يتميز بالفتوة والتجربة إضافة إلى عامل الانسجام والقوة. أظن أننا سنصل إن شاء الله إلى النهاية والفوز باللقب. أنهى إذن المنتخب الوطني معسكره التدريبي الذي دام 10 أيام بإجراء 11 حصة تدريبية ومقابلتين إعداديتين. غدا سيغادر مطار مالاغا في اتجاه لبريفيل على متن طائرة خاصة في تمام الساعة 10 حسب التوقيت المغربي. قائمة بالعوشي عبد الهادي السكوي للقناة الأولى، مركز كرة القدم مربيح.